السود دخلهم جوه. يا عم براح شوية. دخلنا الأوضة بتاعت الأمن بتاعت مسرح السلام. وكان في واحد واقف في النص واقف بس باللباس. فاكرين؟ فبراير الساعة ولقيت السود بيقول لي خش أنت على الشمال وأنت روح على اليمين. وظبط طلع. ولقيت السود جاي يقول لي اقلع النضارة. ما كنتش فاهم هو قصده إيه. بلع النضارة لقيت صاحبي زي ما يكون فاهم هو قصده ايه وقعد يزعق بحسية ويقول محدش يضربنا احنا محدش عوض علينا قبل كده محدش يقرب لنا. فدخل الظابط مين بقى مين بقى فيكم اللي معاه كاميرا؟ استغربوا ان صاحبي كان مشكلته اكبر من مشكلتي. اصل هو كان معاه كاميرا واجنده فاكرين الاجندات والجو بتاع عمر سليمان ده وكنتاكي ومخابرات. وكمان صاحبي كان بيكتب بالعربي والانجليزي والفرنساوي يعني مش كده كبيرة. طلع صاحبي بره وانا فضلت واقف على الصوت ما بتكلمش خالص بتفرج على الراجل اللي من غير هدوم وبقول لنفسي اسامه مش هتقلع. وبعدين لقيت الراجل هو بيفتشني كده وبيلف حواليا وبيبص لشعري وبيقول لي وانت بقى ما تعرفش ان لعن الله المتشبهين بالنساء. والله هو من ناحيه لعن فهو لعن بس اعمل ايه يعني؟ انت بتشتغل ايه يا ابني؟ ما لقيتش حاجة أقولها. قلت له والله حضرتك بعمل حاجات فنية كده بطبق ورق بعمل مراكب يعني. وهو لسه بيفتشني التليفون بتاعي رن. خدت التليفون ودخلت في نص الأوضة. ألو أيوة يا عمر يا عمر يا عمر إحنا مقبوض علينا أنا وأحمد وببص في عين السول عشان أوصل له رسالة عشان إحنا أولاد ناس وما اتضربناش قبل كده. أيوة عمر اتقبض علينا من القهوة اللي في سبورتنج على البحر. واضح ان عمر يا ما سمعنيش يا ما صدقش يا ما فهمنيش لانه قال لي طيب يا اوزوس مستنيك في التجاريه بقى. يا عمر يا عمر في دخلت الصابر بتعمل ايه يا ابني؟ ما بعملش حاجه. اسمك ايه؟ اسامه محمد حلمي. اتفضل معانا. ما كنتش فاهم هيحصل لي ايه بس لما طلعت اكتشفت ان هم بعد ما فتشوا صاحبي وتاكدوا ان هو تمام قالوا له اتفضل انت. قالوا انت صاحبي اسامه اللي جوه ده. قام الظابط قال له تعرفه؟ قال له اعرفه. اسمه اسامه محمد حلمي وساكن في كليوباترا على البحر وبيقعد معايا في التجاريه وكان بيشتغل معايا في مكتبه اسكندريه. قام الظابط دخل واخدني وطلعنا. واحنا طالعين بره وهو بيديني البطاقه لو سمحت احلق شعرك. حضرتك انا زهقت بقى من كل واحد يقول لي احلق شعرك وانت مش مصري وانت اجنبي. احلق شعرك احسن لان الدنيا دلوقتي محدش طايق بعض فريح نفسك. طلعنا بره مش عارفين نتكلم بجد ما كناش عارفين نتكلم. طلعت السيجاره الاولى الثانيه الثالثه وهو بقى مين الاجنبيه اللي كانت قاعده معانا جوه في القهوه؟ اجنبيه مين؟ دي ما كانتش اجنبيه دي كانت مصريه كنت عايشة في أمريكا. أحا يعني كل ده ولبسناها عشان هي مصرية في الآخر. سبته وروحت البيت وكان باين عندي في البيت اتنين صحابي مش عارفين يروحوا من حظر التجول. طلعت المقص الكبير أو إيد صفرة واديتهم وقلت لهم أي حد فيكم يحلقني والاتنين حلقوا لي شعري وشعري لسه شايل لحد دلوقتي تحت السرير. تاني يوم رحت المظاهرة اللي انا حلقت شعري فيها مخصوص عشان ما يحصلش اشتباكات معايا ومع اصحابي. واقفين على الترام لقيت واحد بيقول لي يا عم انتوا بتعملوا كده ليه يا عم؟ ما بالراحه يابا. وبعدين هو مش قال لك هيمشي؟ مش قال لكم عايز يموت على ارضها وهيمشي ويقعد 9 شهور؟ ما تسيبوا الراجل يبقى يموت في البلد. هو انت مصري يا كابتن؟ قلت له لا السويد. February 11 بعد التنحي صاحبي قرر ان هو يروح يقابل كل الناس اللي كانوا مضايقينه في ال 18 يوم. ومنهم ابتدى يمشي مع مظاهرات الاحتفاليه اللي في الشارع لحد ما وصل لحد سبورتنج قهوه الريد اللي على اول شارع الدد. ودخل لقى الاثنين اللي مسكونا قاعدين. حضرتك ينفع اللي عملتوه فينا ده؟ انا وصاحبي نتمسك ونتسلم وفي الاخر ما كانش عندنا مشاكل وما عملناش اي حاجه خالص، ايه اللي عملته فينا ده؟ معلش يا معلش يا حبيبي احنا اسفين، هو حد كان ضايق بعضه ولا البلد كانت مقلوبه والجواسيس والحاجات؟ اتفضل اشرب شويه شاي.
بعديها يومين ثلاثه كنت معدي من قدام القهوه لقيت اشرف وجدي. ايه يا عم اشرف؟ هتمسك برضه من المنطقه كده وانت كبير المنطقه؟ ده كلام برضه يابا. يا عم معلش احنا اسفين، وانت عارف الاثنين الكبار دول هم اللي عملوا كده وهم ما كانوش مركزين. اتفضل اشرب شويه شاي. بقول لك يا عم اشرف، تاخدش انت بقى سجارك والبطرة؟ لسه تحت حكم العسكر. أول انتخابات رئاسة حصلت من كام يوم أو من كام أسبوع، وطبعاً شفتوا جابتنا إيه. ومحاكمة مبارك كانت من كام يوم، وأنتوا طبعاً عارفين إيه اللي هيحصل فيها. فالثورة مستمرة ولا أنتوا شايفين إيه؟ على الجدار لحد بكره ميت ولدل نهار، يا قبضتي دقي على الحجر لحد ما نصحي جميع البشر، لحد ما تتكسر الاسوار. مش داري باللي حاصل لكن في قلبي واصل، واللي مش فاهمه عقلي بتمسحه السلاسل. مش داري باللي حاصل لكن بقلبي واصل، واللي مش فاهمه عقلي بتشرحه السلاسل. يا قلوب بتنزف دم في العتمة، يا قلوب بتنزف دم وتغني، يا قلوب بتنزف دم في العتمة، يا قلوب بتنزف دم وتغني. قتلونا قاصدين يقتلوا الكلمة، والكلمة غصب عنها وعني طلعت من القضبان ومن الأسوار، طلعت من القضبان ومن الأسوار، طلعت من القضبان ومن الأسوار. خدت ورقه كبيره انا واصحابي وطلعنا على التحرير. وهناك عملنا عصفوره كبيره شبه اللي انتوا شايفينها متعلقه على ايدكم اليمين، وخدنا الوان وقلنا لكل الناس في التحرير يكتبوا الامنيه بتاعتهم على جناح العصفوره، وخدناها وعلقناها على شجره عاليه جدا كان متعلق عليها على مصر. الاسطوره اليابانيه بتقول لما يكون عندك حلم وعايز تحققه طبق 1000 عصفوره وطيرها.
شكرا. انا عايز اقول حاجه كتير قوي. اولا شكرا للجزويت، شكرا للجزويت كمكان، عشان انا اتعلمت احكي واتعلمت حاجات كتير واتعلمت مزيكا واتعلمت حاجات كتير قوي لما كنت قاعد هنا على الكرسي ده. ف وشكرا لعماد عشان عملنا الحفله والعرض، وشكرا لعماد مبروك وشاركتي في العمل اللي بيحصل ده. شكرا لنورا امين اللي احنا بجد اشتغلنا على الموضوع ده في مدار سنه، وشكرا تاني اللي انا دايما بقوله ناس صدقت اللي انا بعمله، وان هي عملت مجهود كبير جدا عشان تحاول القصه اللي انا بحكيها طول الوقت على القهاوي لعرض ما كنتش فيه النهارده. شكرا لعمار الشريعي، وشكرا لعبد الرحمن الأبنون، والشيخ إمام، وسيد حجاج، ومحمد منير، وشكرا لكل الناس اللي كانوا معايا في الرحلة، اللي كونوا الرحلة دي، شكرا لأحمد نبيل اللي اتقبض عليه معايا، وجابوزو، وعلاء خالد اللي اتصل بالناس كلها عشان يفرجوا عنا، وشكرا لأحمد سالم، وشكرا لأحمد هاني والصالي، وكل الشباب اللي عملوا الأوريجامي النهارده معاكم اللي من المركز العربي الأوريجامي. أنا بتكلم كتير سوري، بس أنا طول الوقت حاسس إن أنا لازم أقول للناس اللي عملت أي حاجة في حياتي شكرا. الناس اللي طبقت جدل العصافير، والناس اللي فكتها بعد ما اتكعبلت كل سفر بتسافره.